اهلا بكم مشاهدينا من جديد. السوبر كمبيوترز هي احدث الصيحات العلميه من اجل كمبيوترات مختلفه. بمعنى ايه؟ الكمبيوترات دلوقتي في العالم مش اللي هي عندي في البيت وعند حضرتك في المنزل، لا، ده هناك انواع سريعه من الكمبيوترز بتستخدم في مناطق حساسه في الحياه. يعني ايه مناطق حساسه في الحياه؟ يعني انت دلوقتي لو مثلا في وزاره الدفاع مثلا في اي بلد، او في هيئه الطاقه النوويه، او في يعني اماكن عاوزه ان انت تنجز اعمال سريعه، الكمبيوتر العادي ده طبعا ما ينفعش، هو كمبيوتر تقليدي وقديم جدا بالنسبه لهم. اذا هناك صيحه في العالم الان اسمها السوبر كمبيوترز. ما هي هذه الكمبيوترات السوبر؟ سواء في السرعه، تكنيك الاداء، وما يسمى باداء المهام المتوازي اللي احنا هنتعرف عليه. هنقسم الفقره دي لجزئين. الجزء الاول هينورني فيه الدكتور المهندس عمرو القاضي، استاذ ورئيس قسم علوم وهندسه الكمبيوتر بالجامعه الامريكيه. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. انتوا كان لديكم مؤتمر كبير يضم نخبه معدوده من ابرز المتخصصين المصريين والاجانب اللي هم بيعملوا في امريكا وايضا هنا في مصر حول انظمه السوبر كمبيوترز عشان نستفيد هنا منها في مصر. الجزء الاول هيكون مع حضرتك، الجزء الثاني بترشيح حضرتك يبقى معنا اثنين من اهم او من افضل خمسه علماء في العالم وهم مصريين، الدكتور طارق الغزاوي ودكتور رامي ملحم، عشان نعرف ايضا التطبيقات منهم. خلينا في البدايه مهندس او الدكتور مهندس عمرو القاضي، اعرف منك الايفنت اللي اتعمل دهوت في الجامعه الامريكيه كانت اهميته ايه ومحوره ايه؟ هي كانت ورشه عمل بدعوه لأشخاص محددين من مصر ومقابل ليهم أشخاص من أمريكا، وكان طبعا الدعم جاي من الهيئة القومية للعلوم في أمريكا. الندوة دي كان الغرض منها أن هي تجيب الباحثين من مصر ومن أمريكا يشتغلوا على مشاريع تتعلق بالسوبر كمبيوترز أو أجهزة الحاسبات الفائقة السرعة، بما يخدم المشاريع البحثية للباحثين نفسهم والفريق اللي بيشتغل معاهم اللي هو عبارة عن طلبة الدكتوراه. قسمنا محاور الشغل من البداية علشان نغطي كافة أوجه أو طبقات التعامل مع السوبر كمبيوترز، بداية من الهاردوير لنظم التشغيل والكلاود كمبيوتينج والمجال بتاع سوبر كمبيوترز في كلاود كمبيوتينج كواحدة من النودز أو مالتيبل نودز منيها، و البروجرامينج لانجويجز او لغات البرمجه او نماذج واساليب برمجه هذه النظم. التحدي الاكبر اللي هو موجود حاليا احنا بنبني الهاردوير وعارفين ان هو بيتبني ازاي وفي اساليب محدده ليه، انما الجزء اللي هو ما هوش ناضج كفايه ازاي الابلكيشنز او التطبيقات تتعمل عليه. طب نهاجر حضرتك، طبعا موضوع السوبر كمبيوترز دهوت لا يخص فقط طلبه هندسه او الطلبه اللي هم ما بعد الجامعيين ماجستير ولا الدكتوراه، ولكنها ثوره الان تسير في العالم كما سنرى عبر هاتين الفقرتين، بتفيد اي حد بيحاول ان هو يستفيد من مزايا وسرعات الكمبيوترز. عشان كده بدعوكم ان انتم لا تعتقدوا انها فقره خاصه فقط بكليه الهندسه او طلبه الماجستير او طلبه حتى هندسة، ولكنها هتفيدنا كلنا. هنعرف بعد الفقرتين بصورة كاملة ازاي الثورة دي مهمة جدا 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 لمعظمنا. طيب السوبر كمبيوترز، قبل ما اعرف الهاردوير والسوفت وير، ايه فلسفتها؟ فلسفتها ان انت ما بتعملش الحسابات بطريقة متوالية، يعني مش معادلة بعد معادلة بعد معادلة، لان كان في دراسات كتيرة جدا حتى من اوائل ما الكمبيوترز ابتدت تتعمل وروا ان البرامج والعمليات الحسابية دي مش شرط ان هي تتعمل واحدة ورا التانية، بالعكس في اجهزة كتير جدا اللي هي الاجهزة المساعدة للمعالج الرئيسي ابطأ بكتير جدا في السرعة من المعالج الرئيسي، فبيعملوا حسابات على التوازي. انا هعمل بس مقاطعة صغيرة من اجل ايه تبسيط الموضوع. احنا كلنا عندنا اما موبايل اما لابتوب اما كمبيوتر عادي، دي كلها الكمبيوترات الموجودة في بيوتنا. احنا دلوقتي بنتكلم عن السوبر كمبيوترز. السوبر كمبيوترز ده معناه ايه؟ يعني هدخل غرفه الاقي فيها كمبيوتر ضخم، يعني ادينا في البدايه، ولا كمبيوتر نفس شبه الكمبيوتر ولكن فيه هناك مزايا في الهاردوير اللي جوه وايضا مزايا في التطبيقات السوفت وير؟ اديني الاول الشكل، خلينا ندخل اوكي الشكل بالنسبه للمستخدم العادي هو مش هيشوفه اصلا، انما فعليا هو بيبقى متوزع في اماكن كثيره جدا، انما لو جيت مثلا معمل او مكان محطوط فيه سوبر كمبيوتر ومتواجد في مبنى واحد زي ده،
بيبقى شكله زي علب البيتزا، بيتزا بوكسز، مترصين لان في الاف من المعالجات، وبيبقى مترص في وحده زي المكتبه كده بتحط فيها الاف المعالجات دي. ده ما بيشوفوش المستخدم خالص، المستخدم بيخش عن طريق الجهاز بتاعه، لابتوب او ديسكتوب او العادي حتى جدا. البي دي اي العادي جدا. يعني حتى جهاز التليفون دلوقتي بتخش عن طريق الانترنت، عايز تعمل تطبيق معين، ادي لك مثل لاحتياجك او الحاجه اللي بتحصل على التوازي وانت بتستعملها يوميا وما انتش عارف. الناس كلها بتتصفح على الانترنت بانترنت اكسبلورر او ايا كان، او فوكس. الحاجات دي ما بتعملش، بتبعت الاوامر لمكان ما موجود المعلومات عند الويب سيرفر وهتجي لك. الاوامر دي ما بتتبعتش على التوالي، الاوامر دي بتتبعت على التوازي، بحيث ان انت بتشوف في الصفحه بتاعتك لما بتيجي تظهر بتشوف معلومات كتابه، بتشوف لو في صوت، لو في فيديو. اللي بيجي لي فيهم الاول هو ده اللي بيشتغل اول، مش من اول الصفحه لاخرها بتبتدي تظهر البيانات. فالاوامر طلعت على التوازي واللي بيبقى جاهز هو ده اللي بيتعرض الاول. طيب، يعني هو مبدئيا شكل جهاز الكمبيوتر هو شكل جهاز الكمبيوتر المنزلي العادي بتاعنا، ولكن هناك سيرفرات وهناك ايضا معالجات بتكون موجوده في مناطق كثيره في العالم. بالظبط. انا بدخل من على الكمبيوتر على هذا البروتوكول او هذه الخدمه، وبستفيد من هذه الكم من الخوادم ومن سواء السيرفرز يعني او من المعالجات، بستفيد بالظبط. منها ان هي بتسرع لي تطبيقاتي رقم واحد. رقم اتنين، ان انا مش هقعد مثلا نفسي في حاجه ونفسي في بعديها في حاجه تانية ونفسي في حاجه تالته، ان انا اقعد ايه استنى ورا بعضه بيسموها على التوالي زي ما حضرتك قلت. لا، ده انا هطلب كذا مهمه في نفس الوقت تتعمل لي واوفر وقتي. بالظبط مظبوط كده. بالظبط بالظبط. زي المستخدم العادي لما بيقعد على معالج للكلمات بيكتب نص اي وثيقه، وهو بيكتب موجود في الباك جراوند في جزء من النظام بيعمل بيشوف تنسيق. الاملاء، بيشوف الاملاء ده صحيح ولا لا. بطلت كتابه على لوحه المفاتيح، وقف بتاع الاملاء، مكمل هو شغال معاك. الاثنين دول شغالين على التوازي، كل ما كلمه بتكمل وبيبقى بعديها فراغ بيقوم باعتها. طب ما هي اشهر التطبيقات في العالم في موضوع السوبر كمبيوترز، وبدات امتى؟ لان هي بقى لها سنوات لكنها بدات تنضج الان. بص، هي دي بادية لخدمة العلماء. يعني زمان كان موجود احتياج للحاسبات فائقة السرعة بس في التجارب العلمية، للفيزيائيين، لمحاكاة أو الكنترول بتاع المعالجات النووية، أو لبرامج علوم الفضاء، أو للبرامج الطبية. النهاردة احنا بنحتاج للكلام ده في التنبؤ بالجو، وبرضو ده كان موجود من زمان، انما دلوقتي بقى عادي. النهارده بنحتاج الكلام ده حتى في صناعة السينما. يعني لما بتيجي تعمل فيلم وبتعمل له ايديتنج، وعايز تبتدي تعمل بعد ما عملت المونتاج وتطلع الفيلم كجزء كامل، بتحتاج لقوة من الحاسبات مهولة، ما يقدرش جهاز واحد يعملها مهما كان قوي. فلازم تحتاج ان انت تستعمل الاف من المعالجات دي. اي فيلم كرتون بيحتاج الاف الالاف من المعالجات دي. فالتكنولوجي بتأثر علينا في حياتنا العادية، سواء انت بقى كنت متلقي بتشوف الفيلم، او سواء انت كنت واحد من اللي بيشتغلوا على الفيلم فنان او مخرج، او سواء انت كنت مهندس من اللي بيبني الانظمه اللي بنستعملها في السوبر كمبيوترز. احنا دلوقتي عاوزين مع حضرتك نقدم العالمين اللي حضرتك يعني استضفتهم في الجامعه الامريكيه عندك، وهم من ابرز 5 علماء حول العالم في هذا المجال، مجال تطبيقات السوبر كمبيوترز وايضا استراتيجيات السوبر كمبيوترز، وهم الدكتور طارق الغزاوي ودكتور رامي ملحم. فادينا نبذه عنهم وعن اهميتهم في العالم. اوكي. الدكتور طارق الغزاوي انا هبتدي بيه، يعني لانه هو اصل ما نفكر في ورشه العمل دي وجاب لها الدعم من الحكومه الامريكيه. هو استاذ هندسه الكمبيوتر في جامعه جورج واشنطن في امريكا، وفي نفس الوقت مدير مركز الحاسبات فائقه السرعه بنفس الجامعه، وده بيخدم المركز البحثيه هناك. بالطبع هو زميل هيئه الاي تريبل اي، والناس المشاهدين بتوعك هيبقوا عارفين اللي هي الهاي تريبل اي. مع الاي تريبل اي معناها ايه؟ له طبعا العديد من المؤلفات والابحاث في هذا المجال، وري كونفيجربل كومبيوتنج، ودي حاجه تانية متطوره جدا من الحاسبات دلوقتي، ان المعالج ما بيبقاش طالع باوامر محدده، لا انت بتبرمج العماره بتاعه الحاسب ده وهو شغال وتغير الاركتكتشر بتاعه. انا عارف ان هو بيعمل كمان مع وكاله ناسا الامريكيه. بالظبط 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 بالظبط. الدكتور رامي ملحم هو استاذ هندسه علوم الكمبيوتر في جامعه بيتسبرغ، وواحد من الناس اللي لها ابحاث قويه جدا في مجال نظم ومعالجات الحاسبات في هذا الكمبيوتر. المجال. ايوه. ف
الاثنين يعني من الاعلام اللي موجودين في هذا المجال، ويعني ان شاء الله هيدوا لك معلومات اكثر من مفيده للمشاهدين. احنا هنلتقي بهم بعد لحظات، ولكن عاوز اعرف من حضرتك خلصتوا ايه في الورشه بما يفيد مصر، وان احنا نلحق بتطبيقات وتقنيات وتكنيكات ايضا الحاسبات فائقه السرعه او السوبر كمبيوترز. حدي حضرتك في لحظه سريعه، الورشه كانت بتتقسم لجزئين، الجزء الاول الباحثين اللي هم الاساتذه كونوا ثلاث فرق عمل، فريق بيشتغل على مستوى الهاردوير بتاع الحاسبات فائقه السرعه، وفريق على مستوى نظم التشغيل، وفريق على مستوى لغات البرمجه والمودلز اللي هي بتاعه برمجه الحاسبات وانشاء التطبيقات عليها. الفتره اللي كانت موجوده بعد الظهر دي كانت مخصصه لطلبه الدراسات العليا والدكتوراه، كان عندنا ممثلين او طلبه من جامعه القاهره، عين شمس، الجامعه الامريكيه، الاكاديميه العربيه للعلوم، مركز القومي لعلوم الفضاء والاستشعار عن بعد، الاكاديميه العربيه، جامعه حلوان. الطلبه دول قعدوا اخذوا دوره مكثفه لمده 3 ايام على ايد العلماء اللي هم الافاضل اللي جم من امريكا في الثلاث مجالات دول، وكان الموضوع التدريب كله هاندز اون عن طريق المعامل بتاعتنا. دخلوا للمعمل المركز القومي لتطبيقات الحاسبات فائقة السرعة في امريكا واستعملوا الاجهزه بتاعتهم لاول مره. على حد علمنا دي لاول مره. على حد علمنا سمحوا لهم ان هم عارفين طبعا ان في سكيورتي طبعا رهيبه. فده هو كان الدكتور فلاد من جامعه الينوي اربانا شامبين، كان جاي معاه 23 اكاونت وظبطنا عندنا بحيث ان الفاير وول عندهم تسمح للاجهزه بتاعتنا ان هي تدخل. استفدنا ايه لما دخلنا عندنا الباحثين لما دخلوا على الحاسبات فائقه السرعه في امريكا استفدنا ايه؟ انت مش دخلته بس، انت اتعلمت على نفس مستوى اجهزه اغلبها غير مسموح ان يخرج بره امريكا. وكان تطبيق عملي للي هو بيدرسه له. الموضوع شيق جدا، وانا بحيي الدكتور مهندس عمرو القاضي، يعني دي كانت تقديمه منه لشكل المؤتمر اهميته. ضيوف بعد شويه هم ضيوفه الاساس اللي هو دكتور طارق الغزاوي، دكتور رامي ملح ما هيكون معانا عشان نشوف العالم كيف يسير. هناك تجارب للحاسبات فائقه السرعه في دول كثيره، الصين، اليابان، فرنسا، المانيا، امريكا، هناك نماذج مختلفه. اي حد مننا كمان طلبه المدارس ازاي هيستفيدوا منها؟ اسئله وايضا تحليلات واضاءات هتكون معانا بعد الفاصل. نورتني. الله يخليك، شكرا. مشاهدينا نروح للفاصل ونشوف ما هذه الاضاءات حول الكمبيوترات فائقه السرعه، خليك معانا. احسنت.